الجزائرية الدواقة للطرب العربي والموسيقى العالمية. صفيان مقنين. هكذا هي سهرات العائلات الوهرانية في مسرح الهواء الطلق، إيقاعات موسيقية وتجاوب لافت من طرف جمهور أعطت هذه الحفلات الليلية لسهراته نكهة خاصة. العيد وزاد السهرات هذه، والله لا هذه سر الشعب الوهراني والشعب الجزائري كله. انا من محبين الفنانه الكبيره اللبنانيه نجوى كرم، وجيت اليوم سبيسيالمون باش نحضر لو كونسير نتاعها، وبون الحي راها فايته مليحه الاجواء منيحه ومنظمه، وبصراحه يعني تفاجئنا نلاقي حضور حلو يعني حفله جميله وجو حلو، وان شاء الله الله يديم الامن والامان على الجزائر واهلها، وشكرا كثير لكم. الفنانون الذين أمتعوا وسيمتعون الجمهور الوهراني في هذه الليالي يحتفظون دائما بعلاقة محبة مع الجزائر وجمهور الجزائر. جاي أقدم صوتي لكل اللي بيحبوني وحتى اللي ما بيحبوني، لأني أنا عن جد عن جد صرت أعتبر حالي بنت هالبلد. هذه السهرات التي يشرف على تنظيمها الديوان الوطني للثقافة والإعلام ستستمر يوميا بمسرح الهواء الطلق إلى غاية الثاني من شهر أوت المقبل، والدعوة مفتوحة للجميع. وقبل أن نختم نأخذكم إلى الأوراس الأشم.